ولتسليط الضوء على الملف الإيراني معنا من العاصمة اللبنانية بيروت حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان. بداية، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتوعد طهران بعقوبات وصفها بأنها غير مسبوقة، ما الشكل المتوقع لهذه العقوبات؟ استمرار الضغط الأمريكي على النظام الإيراني يتفاقم ويتصاعد تدريجيا. العقوبات التي تفرض الآن على أشخاص، على شخصيات إيرانية وكيانات إيرانية بهدف الضغط على النظام في الداخل الإيراني كما على حلفاء إيران في الخارج. فمع تزايد المسؤوليات الإيرانية خارج حدودها في اليمن وفي العراق ولبنان وسوريا، وتزايد الحاجة إلى تمويل هذه المجموعات والميليشيات التي تقودها إيران في المنطقة العربية، يتفاقم الضغط الأمريكي على إيران ويجعل من الوضع الاقتصادي أكثر سوءا في الداخل الإيراني كما يجعل من الصعب على إيران تمويل مجموعاتها في الخارج. وهذا ما يضع إيران أمام أمرين: إما الاستمرار في مواجهة المشروع الأمريكي والضغط الأمريكي، وهذا ما قد يقود إلى مزيد من الضغوط ومزيد من الصعوبات ويضعها في مواجهة مباشرة مع تحالف دولي واسع وكبير يشمل أوروبا والدول العربية أيضا إلى جانب الولايات المتحدة، أو يجعل إيران في حال انتفائها وانسحابها من الساحة العربية وتراجعها عن مشروعاتها النووية والصاروخية أمام مشكلة مع جمهورها ومواطنيها الذين سوف يسائلون النظام الإيراني عن جدوى تحمل عقوبات لمدة عقود، 3 عقود تقريبا، والآن التخلي عن هذا المشروع والانسحاب من الساحة التي تمددت فيها إيران. فكلا الأمرين أحلاهما مر بالنسبة للنظام الإيراني. والآن بدأت تباشير أو ملاحظات على أن هناك صراع داخلي في إيران الآن بين مكونات النظام الإيراني، التي بعضها بدأ يحمل المسؤولية للسلطة السياسية، والبعض أخذ يطالب بسلطة عسكرية تقود المواجهة مع الولايات المتحدة. اضف إلى ذلك ما بدأنا نشاهده من مظاهرات وانتفاضات بعض المدن الإيرانية رغما بهذا الواقع الصعب ورغما بالواقع الاقتصادي الذي يتفاقم من بطالة والتضخم وهبوط سعر العملة الإيرانية التي تجعل من الحياة من الوضع الاقتصادي بالنسبه للمواطن الايراني. لكن استاذ حسان، الشروط ال 12 هنالك من يقول ان ايران لن تستجيب لها، هل تعتقدون ان الموقف الايراني سيلين مع هذا الضغط؟ السياسه الايرانيه كما اعتدنا عليها عندما تصل الى حافه الهاويه تعود الى التراجع. ايران بدايه قالت انها لا غير مستعده للتفاوض على برنامجها النووي او الصاروخي، وان الاتفاق النووي هو نهاية بالنسبة إليها. الآن أصبحت تتحدث مع أوروبا على أنها على استعداد لمراجعة بعض النقاط ولإعطاء ضمانات مقابل ضمانات أوروبية لها أيضا، خاصة مع انسحاب الشركات الأوروبية من إيران. فإيران عودتنا هذه هي سياستها دائما، الوصول والتصعيد إلى مرحلة يصعب معها إلا التراجع حتى تفاديا للمواجهة. فإما المواجهة والتراجع، فإيران تستغل الوقت وتلعب على عامل الوقت ثم تعود تتراجع في نهاية المرحلة. والآن أمام المشهد الأمريكي الذي يفاقم العقوبات ويعد عقوبات إضافية أكثر مع الصعوبات التي تواجهها إيران، أظن أن إيران سوف تعود إلى التفاوض عبر أوروبا مع الولايات المتحدة لتليين موقفها أو على الأقل للاستجابة لبعض المطالب الأمريكية. أضف إلى ذلك أن الموقف الروسي غير مشجع لإيران. طيب، هذه العقوبات كيف ستنعكس على الداخل الإيراني، لا سيما وأن الاقتصاد يعاني من أزمة متفاقمة اليوم؟ نعم، هذه العقوبات المطلوب منها والهدف منها هو تفادي وقوع حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والاستعاضة عن هذه الحرب الاقتصادية تؤدي إلى خلخلة النظام وانكفائه إلى الداخل لمعالجة أزماته والمواجهة خصومه في الداخل ومواجهة شعبه أيضا، خاصة أن الشعب الإيراني شعب يريد أن يعيش حياة حرة وكريمة، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي أن على الشعب الإيراني اختيار قيادته. وهذه إشارة إلى أنه وكأنه يحث الشعب الإيراني على الانتصار ورفض السياسات الإيرانية الخارجية التي تنعكس سلبا على واقعه المعيشي والاقتصادي. فالضغط الأمريكي هدفه نقل الصراع من الخارج إلى الداخل الإيراني تحت عنوان اقتصادي وتحت عنوان تأمين معيشة أفضل للشعب الإيراني. في حالة استمرار الموقف الإيراني على ما هو عليه، برأيكم كيف ستكون ردة الفعل الأمريكية؟ الولايات المتحدة الآن في وضع مريح أكثر، خاصة أن لديها حلفاء في المنطقة ممكن أن تعتمد عليهم. المشكلة عند الإيرانيين كيف تكون ردة فعلها. الإيراني الآن لا يستطيع خوض حرب
بمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، لأنه لا يملك المقاومات لا الاقتصادية ولا حتى العسكرية. ولكن إيران عودتنا أنها ستستخدم سياسات ملتوية في عمليات الخطف أو عمليات الاغتيال أو إجراء بعض القلق السياسي، سواء على الساحة اللبنانية التي تملك حيثية قوية عليها من خلال حزب الله بحيث معرقلت تشكيل حكومة لبنانية، أو إبقاء الوضع السياسي في لبنان في حالة ضباب وفي حالة عدم استقرار. أيضا هناك المشهد السياسي العراقي المتقلب والذي الآن لا يناسب إيران مطلقا مع تقدم كتل أخرى ليست مناوئة ولكنها ليست تحت السقف الإيراني ولا تلتزم بالأوامر الإيرانية. فإيران تمتلك القدرة على إبقاء الوضع السياسي في العراق وفي لبنان في حال عدم استقرار، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية أيضا. فإيران تمتلك ورقة مهمة الآن إثارة القلق السياسي، وأكثر من ذلك لا تستطيع أن تقوم به إيران حاليا. مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان قطب كنت معنا، شكرا جزيلا لك.